استاذ خالد، انا لما رحت، انا رحت زرت مجلس الشيوخ وصورت هناك وانبهرت وفوجئت وكنت سعيده الحقيقه. شفت بقى وانا هناك اسماء المعينين، كان سنه 80، لقيت منهم كتاب صحفيين كبار، لقيت استاذ ابراهيم سعده واستاذ ابراهيم نافع والاستاذ انيس منصور وناس كتير نخبه. يعني مين من الصحفيين اللي حضرتك شايف ان هما ممكن يجوا من المعينين ويفيدونا طبعا؟ يعني انا اتمنى انه يبقى في انا اتمنى الاول ان حضرتك ما تهربش من السؤال. لا مش ههرب من السؤال، بالعكس خالص. لا انا ما يعني انا كمان مش هجاوب كرئيس تحرير الاخبار، هجاوب كوكيل نقابه الصحفيين. موافقه. احنا عندنا قامات صحفيه كبيره جدا، الحقيقه تبقى اضافه حقيقيه. الاستاذ مكرم محمد احمد بعد ما ترك المجلس الاعلى للصحافه واسس قامه كبيره يعني للصحافه، ممكن يبقى عنده الرؤيه والخبره اللي يفيد بيها حتى في الكلام اللي الدكتور معتز اتكلم عنه. واحد اتنين لا اتنين ممكن نقول 10 اسماء. ممكن نقول 10 اسماء كمان. فهنخليهم بعد الحلقه. عايزين اسماء، هنخليهم بعد الحلقه. حضرتك شايف انهم هيفيدونا بعد الحلقه؟ لا بعد الحلقه. انا عندي في الجمعيه العموميه ده مجلس، يعني مش حاجه شخصيه. لا في 10,000 صحفي، منهم على الاقل 1000 واحد من اصحاب الخبره يستاهلوا يبقوا موجودين. انا بتكلم بجد. طب اسال حضرتك على اسماء وتقول لي او لا، اسهلها لك. اتفضلي. الاستاذ عادل حموده. طبعا الاستاذ عادل حموده ما اعتقدش ان احنا ممكن نختلف عليه. طبعا ما اختلفش على الاثنين. لا طبعا. الاستاذ ياسر رزق. والاستاذ ياسر رزق طبعا رئيس مجلس اداره اخبار اليوم وقامه صحفيه مرموقه. طبعا. الاستاذ ضياء رشوان. نقيب الصحفيين، فيعني اعتقد انه الاستاذ ضياء رشوان كمان كنقيب للصحفيين وجوده في مجلس الشورى الحقيقه هيبقى اضافه كبيره مع الاستاذ مكرم. الاستاذ مكرم يعتبر نقيب النقباء، فاحنا بنتكلم عن ناس يعني الاستاذ مكرم ثم الاستاذ ضياء الاثنين. بس لسه ما كملتش. ما احنا يعني انا بركز على النقباء دلوقتي وبعدين هنكمل معاكي. الاثنين الحقيقه يبقوا اضافه كبيره في مجلس الشورى. الاستاذ سليمان جوده. والأستاذ سليمان جودة الحقيقة كاتب متميز وعنده رؤية متميزة. أكمل؟ كمل. الأستاذة فريدة. الأستاذة فريدة طبعا. الأستاذة فريدة الشباشي. طبعا طبعا. طيب إيه رأي حضرتك في اقتراحاتي؟ موافق عليها جدا، وعندي 10 أضعاف معاها كمان، بس مش هينفع الوقت. احنا طب ليه حضرتك بقى ما تقولهمش؟ لا ما احنا ركزنا على الاثنين النقباء وانا وافقت على كل اقتراحاتك، فالباقي بقى هياخد الحلقه كلها. طيب هنقل بقى للدكتور معتز. انا عايزه بقى اسماء سياسيين مقترحين من قبل حضرتك شايف ان هم ممكن يفيدوا ولما يتعينوا في المجلس يكونوا معينين. مع طبعا حفظ الالقاب. قول لي 10 سياسيين. مصطفى الفقي. أيوة. علي الدين هلال، احمد يوسف، احمد عبد المنعم سعيد، مين تاني؟ شوف بقى طبعا عمرو موسى. يعني انا يعني الناس اللي في القامه دي يعني الدايره دي انا اتصور ان هم لازم يكونوا مهمين جدا جدا جدا. أيوة. انا استخدمت تعبير قلت فرامل البلد. انا عارف، انا واثق في الرئيس بتاعنا جدا، راجل ما شاء الله ربنا اداله الهام واخلاص وخبره. صحيح. انما احنا محتاجين نساعده على قد ما نقدر بانه اهل الخبره والكفاءه الاسماء من النوعيه دي. انا طبعا في مثلا ممكن يكون 20 30 اسم كمان، انما لو الناس دي موجوده في مكان واحد اسمه مجلس الشيوخ وبايديهم ان هم يعملوا توصيات لاي سواء مجلس النواب او مجلس الوزراء او الرئاسه، انا اكون مطمئن. لو الناس دي مش موجوده اقلق. عارف حضرتك اقصد ايه؟ يعني ما هو برضه صانع القرار، ما هو اول سؤال بيساله صانع القرار يقول لك ايه؟ وات ار ماي اوبشنز؟ ايه المشكله؟ وانا ايه البدائل المتاحه امامي؟ فلما اعرف انه الاسماء دي موجوده وهي اللي بتطرح البدائل. أيوة. انا ابقى اكثر ارتياحا ويعني ثقه في انه المجلس فيه كفاءات وكوادر محترمه. طيب.